أحسن الله إليكم. يقول السائل: حصل حادث وكان في السيارة مسلمين وكفار، واختلط لحمهم فيما، فما الحكم في الصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين؟ صلى عليهم بنية المسلمين، بنية أن الصلاة على المسلمين، ويدفنون في مكان غير المقبرة العامة، يدفنون في مكان مصون لا يوطى ولا يمتهن، يدفنون في بر أو في مكان منعزل، لأنه لا يميز هذا عن هذا، والله يتولى عباده المؤمنين. نعم.